السلام عليكم، هنكمل بإذن الله المحاضرة الخامسة. هنا بيقول لي في example على موضوع ال foreign key. عندنا example customer، في customer order، فبيقول لي customer ID. في customer order حاطط customer ID، ده كده foreign key لل customer ID، تمام؟ ده بس مجرد example. طيب، وبيقول لي referential integrity مهم جدا عشان خاطر نتأكد من ان في relationships ما بين ايه التيبلز. طيب عندنا في حاجة اسمها denormalization. احنا خدنا النورماليزيشن وفهمناها، اني ببدأ افصل التيبلز اكتر على اساس العلاقات وهكذا. طيب ايه هو بقى denormalization؟ denormalization لو جالي اليوزر وقال لي بص انا بستخدم الكاستومر مثلا والاوردر كتير جدا وبحتاجهم كتير، فبيبقى طبعا كوقت بياخد وقت كبير جدا اني احط الكاستومر تيبل لوحده والاوردر تيبل لوحده، فاجي احط له التو تيبلز مع بعض كتيبل واحد. ده دي نورماليزيشن، عكس النورماليزيشن، ووحش جدا ان احنا برضو نلجأ لها بس ساعات بنضطر. طب بيقول لي بقى ايه اللي هستفاده من الدي نورماليزيشن؟ عندنا في results is better speed، انا هستفاد موضوع السرعة لكن هيقلل لي في الانتجريتي وهيزود لي الريدندنس. هنا بيوريني مثال للdenormalization على two tables والعلاقة ما بينهم one to one، تمام؟ عندي مثلا student وعندي scholarship application. طيب ال student فيه student ID، ال application فيه application ID، application qualifications. طب انا بفك ال relationship ما بين one to one ازاي بقى؟ في عندنا حالتين، يبقى عندنا العلاقة فيها partial و total. في الحالة دي باخد ال partial احطه في التوتال. لو الاتنين partial يبقى انا اي واحد اخده احط ال primary key بتاعه احطه ك foreign key هناك. طب لو هما total و total برضو احط اي حاجة عند اي حاجة. طيب في الاكزامبل اللي قدامنا ده، هل كل طالب هيقدر يحصل على scholarship؟ لا، فالعلاقة للstudent هنا هي partial. طيب هل في scholarship من غير student؟ لا، فالعلاقة هتبقى total. يبقى الطالب partial والscholarship علاقته total هنا. طيب انا هاخد الstudent احطه في الscholarship. احنا ده كله بنتكلم كnormalization وبنحط primary key وforeign key لكل table. طيب فبيقول لي هنا النورمالايز لما جه يمثلها هنا قال لي الstudent في student ID وفي student name، واحنا قلنا الستيودنت هو اللي هيتحط في الايه، في السكولرشيب. طيب يبقى احنا خدنا هنا وحطينا في السكولرشيب ابلكيشن اي دي، قصدهم ستيودنت اي دي، اوكي، وابلكيشن ديت وكواليفيكيشنز. سوري، الابلكيشن اي دي هنا هو البرايمري كي بتاع السكولرشيب، فاحنا المفروض بناخد الستيودنت اي دي ونحطه هنا، تمام؟ ده مفروض بالعلاقه الطبيعيه. طيب قال لي بقى دي نورمالايزد، لو جيت اعمل دي نورمالايزد للتو تيبلز دول راح اعملهم كلهم في تيبل واحد اللي هو ستيودنت، وخد ستيودنت اي دي حطها وستيودنت نيم والابليكيشن ديت والكواليفيكيشنز حطهم. طب حطهم ليه؟ عشان خاطر يبقى في سرعه كبيره لان الاثنين دول بيستعملوا مع بعض كتير، تمام. بس بقى في مشكله هنا، يبقى في كميه نال كبيره جدا لان مش كل الستيودنت ليهم ايه سكولارشيب، صح؟ طب ليه بقى ما عملت بدل الستودنت دي عملت سكولرشيب؟ يعني ليه ما خدتش بدل الستودنت دي حطيتها تيبل سكولرشيب؟ لان كده مش كل الطلاب بياناتهم هتظهر، لان مش كل الطلاب ليهم سكولرشيب، صح؟ فبيقول لي الريزلت هيبقى فيه نال كتير جدا. طب بقى لو عندي علاقه ميني تو ميني، اهو الفندور فيه الايتم وعندي كان سبلاي، ده الريليشن شيب ما بينهم، ودي الاتريبيوت الايه اللي على الريليشن شيب اللي ما بينهم. طب لما جه يعملها بقى ككودنج، حط الفندور عادي جدا وحط الايتم عادي جدا وحط الريليشن ما بينهم وخد الاي دي بتاع الفندور وحطه وخد الاي دي بتاع الايتم وحطه وحط الاتريبيوت اللي كانت على الريليشن. طيب ده في النورماليزيشن العاديه اللي احنا عارفينها. طب الدي نورماليزد بقى ما حطش تيبل الايتم، حط، لا ده حط لي فيها بقى بتاعه الريليشن شيب، حط لي الفندور اي دي والايتم اي دي والديسكريبشن بتاع الايتم، خد الديسكريبشن بتاع الايتم وحطه وحط الايه الاتريبيوت اللي كانت عليه. بيقول لي في الحاله دي الريزلت هيكون فيه دوبليكيشن كبيره جدا، هيبقى فيه تكرار كتير جدا. ليه بقى؟ لان انا كل سكولارشيب
سوري كل ايتم هحط الديسكريبشن بتاعه، ولو الايتم اتكرر فالديسكريبشن بتاعه يقعد يتكرر كل شويه، فكده يبقى فيه ايه تكرار كتير جدا، يبقى كده فيه دوبليكيشن كتير هتحصل. يبقى احنا في علاقه ال1 تو 1 عرفنا ان هيحصل مشكله ايه، كميه النال هتبقى كبيره جدا. طب الميني تو ميني فيه دوبليكيت كتيره جدا. طب جالي بقى في ال1 تو ميني قال لي نفس الحكايه، يبقى فيه دوبليكيت كتيره جدا برضو، يعني زي الاكزامبل اللي فات. نيجي بقى هنا في الديزايننج فيزيكال تيبل اللي احنا لسه مكملين فيها، بيقول لي فيه 3 طرق اني اعمل بارتيشن للتيبل الواحد. لو التيبل عندي مثلا فيه ريكوردز كتيره جدا، طب انا عايز اعمل له بارتيشن، فاعمل ايه؟ قال لي فيه 3 طرق. اول حاجه في رينج بارتيشن، وفي هاش بارتيشن، وفي كومبوزيت بارتيشن. يعني جالي في الرينج بارتيشن مثلا وقال لي ايه بقى، بص خد الطلاب مثلا من 1 لـ20 مثلا وحطهم في كذا، طيب خدهم بقى من 20 لـ40 حطهم في كذا. يبقى انا كده قسمت بناء على ايه، على اتريبيوت معين، سبيسيفاي اتريبيوت، تمام كده، اللي هو من 1 لـ20 ومن 20 لـ40 ده كده مثلا بالاي دي. طب الهاش بارتيشننج بقى، الهاش بارتيشننج الدكتور قالت لنا اربطوها، اربطوا كلمه هاش بكلمه الجوريزم، لقينا في الامتحان كلمه الجوريزم يبقى هاش، لقينا هاش يبقى الجوريزم. طيب كده احنا ما فهمناش برضو ايه الهاش بارتيشن. قال لي بص احنا هنستخدم الجوريزم معين، الريزلت بتاعه اللي هيطلعه لي بناء عليه هبدا اقسم التيب، تمام كده. عندنا تالت نوع بقى الكومبوزيت بارتيشننج. الكومبوزيت بارتيشننج هو مزج ما بين الرينج والهاش، يعني اعمل مثلا رينج واقول ايه اول 30 وتاني 30، طيب واول 30 انا كده عملتهم بالرينج، طيب من جوه بقى اعملهم بالهاش. نيجي لتالت بقى حاجه عندنا في المحاضره، الفايل اورجانيزيشن. هبدا انظم بقى الفايل يتخزن في الروز ازاي، تمام. طب ايه الغرض منه بقى، ان اعمل اوبتمايز للسرعه، تمام، وسرعه ايه بقى، سرعه ان انا اكسس الداتا اند موديفيكيشن. ايه الاوبجكتيف بقى، ان انا اعمل فايل اورجانيزيشن. اول حاجه قال لي فاست داتا ريتريفال، هقدر استرجع الداتا بسرعه. هاي ثروبوت فور بروسيسنج ترانزاكشنز، ان اعمل الترانزاكشن بسرعه. افيشنت يوز اوف ستورج سبيس، اني اخزن الداتا بسبيس مناسبه، وان ابدا احمي الداتا. ومينيمايز نيد فور ري اورجانيزيشن، يعني محتاجش ان انا انظم من تاني. واكوموديتنج روت، يعني ابدا يعني يقدر يستوعب الكبر الداتا لما الداتا تزيد يعني. والسكيورتي. طيب ان اعمل فايل اورجانيزيشن عندي فيه 3 انواع، فيه 3 طرق. اول حاجه فيه السيكوينشال فايل اورجانيزيشن، فيه الهاشد فايل اورجانيزيشن، وفيه البوينتر. نخلي بالنا بقى ونميز ما بين الفايل اورجانيزيشن دي وبين ان كان عندنا تايب للبارتيشنز، تمام. السيكوينشال فايل اورجانيزيشن ايه هو بقى، بيقول لي يعني نخزن الرو بطريقه متتاليه او متتابعه، يعني ورا بعض على طول كده يعني وبالترتيب. بيقول لي ايه، الرو ان فايل ار ستورد ان سيكونس، يعني بالترتيب بناء على برايمري كي اللي هو مثلا 1 2 3، ممكن بالاسامي اللي هو ا ب ت ا ب سي وهكذا. طب تاني نوع عندنا الهاشد فايل اورجانيزيشن. ايه هو الهاشد فايل اورجانيزيشن؟ هو اني استخدم الجوريزم، قلنا نخلي بالنا ان دي مرتبطه بكلمه الجوريزم. طيب استخدمه ليه؟ عشان يحدد لكل رو ادرس. طيب تالت حاجه عندنا البوينتر، وهو ان يبقى عندي مكان بيخزن فيه الادرس بتاع مكان تاني وبيشاور عليه، البوينتر العادي اللي احنا عارفينه. طيب في حاجه بقى احنا لازم نعرفها، ان مفيش طريقه احسن من طريقه، يعني الهاش ما تبقاش احسن من السيكوينشال، ما تبقاش احسن من البوينتر، كل حاجه وليها ايه استخدامها وليها وقتها. بس الدكتور كانت قايله ان احسن استخدام للهاش لما يكون انا بعمل راندوم اكسس، يعني باجي اخد الداتا راندوم، اوكي، فيبقى استخدم الهاش احسن حاجه. والسيكوينشال مش مستخدمه قوي او مش مستخدمه اصلا عمليا.